قصي اهلا بك ومرحبا بك قصي، انت لاعب سابق للمنتخب السوري والمنتخب القطري وكذلك لاعب عديد من الانديه الوطنيه المغربيه، وشيء جميل احببت سكان مدينه قصر الكبير. كلمه في حق الشعب المغربي وسكان قصر الكبير. اول شيء الشعب المغربي هو شعب اخ وشعب كريم، وكسوري حسيت حالي بالمغرب، ماشي سوري، حسيت حالي ابن المغرب، ابن الشعب المغربي. بحييهم على الحب والكرم، ان كان من مثل ما بقولوها من طنجة لقويرة. نعم نعم، سلامي كثير لهم وتحياتي للقصر الكبير ولنادي القصري، النادي يعني الامل بكره اليد وكادره وادارته، بدون ذكر اسماء لانه اسمائهم كثيره وهم بدون اسمائهم معروفين. شكرا، تحياتي لهم كامله. شكرا.